عرضوا عليك مبلغ كبير نقولوا دي مليار مقابل زعما تشارك في فيلم راح يعرض في اسرائيل في فيستيفال تما فيستيفال فيستيفال انا الكوميديا ما عندي حتى علاقه معليش على بالك بلي راح يجوز في اسرائيل قالوا لك من الاول قالوا لي من الاول في اسرائيل شوف اذا كان برودكسيون اسرائيليه ما نخدمش فيه هذه بار او يدرب لي فيكس لا برودكسيون الجيريان يا اخويا برودكسيون الجيريان نخدم خو وهي يقول لي في اسرائيل الفيلم حيتعرض في اسرائيل ولا يتعرض في امريكا ولا بارتو الفيلم تعرض حاجه تدي لها وحده سيد احمد يا اخو انت ولدي وحبيبي ونعزك ونبغيك وش غادي يقول لك راك رابح الشرع بصح شوي با داكور افيك توا معليش